مؤتمر صحفي في مدينة اسطنبول للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق للوقوف على تداعيات الانتخابات على العملية السياسية وقراءة نتائجها في ظل الواقع الداخلي والمقاطعة الشعبية والظروف الإقليمية. مسؤول القسم السياسي في الهيئة الدكتور مثنى الضاري أكد أن الموقف الشعبي الرافض للعملية السياسية أظهر افتقارها لأي دعم شعبي وبعدها عن المسار الوطني. أكد الشعب العراقي في هذه الانتخابات حقيقة موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وآثارها وتداعياتها التي لم تتوقف عن جر العراق إلى مستنقع الأزمات والكوارث من خلال المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها انتخابات يوم 10/10/2021. إن الإحجام الكبير للمواطنين العراقيين عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم على الرغم من الدعم الأمريكي والإيراني والدولي والإقليمي والعربي الرسمي لهذه الانتخابات التي سخرت لها كل الإمكانيات المادية وغير المادية فضلاً عن الممارسات التعسفية والترهيبية لإجبار الناس على المشاركة فيها، وقد كشف هذا عن فشل الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى التغيير والإصلاح. كما أكد الدكتور الضاري أن الكتل والأحزاب تختلف على تقاسم المناصب لكنها بالنهاية تتفق في المسار المحدد من قبل قوى الاحتلال الأمريكي والإيراني. إن شكل مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة عنه ما زالا رهن تحكم الأطراف الممسكة بمفاصل الأحداث في العراق وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع غلبة ميدانية للجانب الإيراني الذي سيفرض إعادة إدخال تيار الحشد الشعبي في القرار السياسي بغض النظر عن حجمه الانتخابي، وسيتسبب هذا الأمر الخطير في استمرار تغول الميليشيات في العراق ومن ذلك سيطرتها على عدد مهم من المنافذ الحدودية مع دول الجوار، وبما يتيح لها فرصا كبيرة لزعزعة أمن هذه الدول واستقرارها. الدكتور الضاري بيّن أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة قراءة الواقع والمتغيرات وإيلاء الأهمية للقوى الحقيقية المناهضة للعملية السياسية. ندعو القوى والجهات والفعاليات المقاطعة للانتخابات داخل العراق إلى تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها، فهي أي القوى المقاطعة للانتخابات المعارضة داخل العراق مع القوى المناهضة للاحتلال المقاطعة للعملية السياسية منذ بداية الاحتلال هما الجهتان الأجدر والأولى بالتحدث عن العراقيين وتمثيلهم. بدوره تحدث مساعد الأمين العام للهيئة للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي عن الغاية من تأسيس الميثاق الوطني العراقي. هي الميثاق الوطني العراقي الغاية الأساسية أن هذه المكونات العراقية الرافضة للاحتلال الرافضة للعملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية تكون في إطار واحد، وهذه لها أهداف محددة: وحدة العراق، وحدة الشعب العراقي إلى آخره. المؤتمر الصحفي للهيئة جدد التأكيد على أن العملية السياسية ثابتة بمضمونها ولا معنى للتغيير الشكلي فيها، كما بيّن أن الوعي الشعبي لهذه الحقيقة هو الذي دفعه لاختيار المقاطعة العظمى لها.